محمد عصام. محمد ترجمة
لا يهمني، انتوا تعبانين برضه. الماتشات دي بتتذاع على اليوتيوب. بنكتب في البحث اتحاد بسيون واي حاجه بقى بيظهر على طول ماتشات. مباراه اتحاد بسيون تلال ظهرت على طول. نعم، تبع اتحاد بسيون.
I
بيجيب
كابتن مين يا كابتن؟ تعلموا كورة ولا ايه؟ سيبه وحطه. بقاله سنة. بقول لك متغطي، متغطي من ايه؟ Come on!
Thank you.
ماشي اعملها انت ترى مسعد يالا طلع زمايلك واشتغل انت سيبه عمار ايه
اطلع. بص يا ولا ما تخش على الكوره عصابه مشدوده يلا عشان اعملها زمان عادي. يلا يا بلحة. يعني هو ليهم يغيروا معانا اما احنا خلصنا خلاص. اسمعين وانا ليه بقى اسمعين هما بيعملوا احنا كمان نعمله احنا يعني واحد منهم يعمل كويس يا لالا حطوا الدافع حطوا الدافع لعيبه مقرفه يا جدعان هتلعب يلا طاف يا علي هتلعب يا ابني طاف بسرعه ايوه حلو يلا يا ابني يلا تعالى استنى مش بدون اقول ايه يا ابني كويس مال بيقول له يا ابني اللعيب استنى برفع بروح انا بعيد يا مصطفى ماشي ماشي بس مش هتيجي من هنا طول بقى يا عم لا اسمعين احلى احا يا ابو حلو احا احا اضغط هنا اضغط اضغط جامد اضغط كويس يلا بلحة يلا بلحة اعمل يلا طلع طلع البديه وطلع البديه يلا يا بلحة يلا يا شجنوب شجنوب ركب وعدنا زمان من هنا يلا بلا علي كويس يلا علي يلا كويس يا عم اسماعيل كنا قد الصيف انا بتمسكوا بتخلوني حنروحوا في كل واحد مسكتها العب بسرعه يلا جرب يلا يلا هتشوط انت يا معلم يا اسطى كويس كويس الشوط اديك حبيبتي ايه يا دولي الزر ده كابتن احمد كويس كمل تاني تاني يا ولا يلا يا علي بوز ما تضغط وقت تضغط انت انا ولا تشتغل على ثاني كده يا انا ابلع التوكل يا انا يا شام العب يا شام كرة سريعة يا عم اسماعيل يا عم اسماعيل اطلع وسيبه على طول اطلع وسيبه على طول اطلع يا عمر عمار اطلع 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 على طول يالا يلا على طول يالا على طول يالا يلا على الكره من بيت اه يلا يا اطلع على كمان يلا اطلع ايوه كده اطلع يا عمار اطلع على نص الملعب يلا انت هو يلا
حبيبي تعال 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 ابو حلو تعال يا علي تعال يا جمال يلا حبيبي يلا تعال يلا حبيبي يلا يلا يا حبيبي حلو حلو ابو حلو 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 خلاص يا بلال حلو يا بلال معلش معلش يا كابتن هتقفل يا جون واجد يا جون اطلعوا احنا ساعدين يعني حلو يا بلال حلو لعبه شمامه انا بشم حشيش والله لعبه شمامه ما تطدش عليا انا بقول لك اهو بلال خلاص يا بلال يا ابني في نص الملعب شد الاثنين اللي خلاص يا بلال يا بلال هشام مش عايز زنزل لحته وشايف الهوا خلاص يا كابتن هو لاعب حلو معاه الحركه الاخيره انا هم انا اللي ما قلتش كده عادة تاني مرة انا هحسس على مركزه وخلاص مش شغلانتي خلاص يا رجال خلاص يا بلال معلش حقك عليا انا بلال تعال يلا صبري خلينا اجيب خلاص يا بلال الكابتن الكابتن جيب لي الاستغناء قطع مش لا فين خلاص كده خلاص انزل يا عمر لم تحت منه يا عمر بدل هناك الثلاثه بيجوا على ناحيتي الكره اللي انت وقفت فيها عرس واحد يو راح جنب ايه اما هشام اللي خطه من تحت جت لي ايه اضغط اضغط بص بص يلا نجم يلا ها بص عليه لعب في نص الملعب مش بص عليه مش دعوه انت بتقف ليه هو واقف انت بتقف اقسم بالله انت كمان بص انا جيت انا هشيل سيجاره واحده انا جاي هشيلها يا عم هشيلها السنه يعني انت عيبه لو شلتها لا مش عيب لا مش عيب مش عيب اما طلعت لهم هم اتفرجوا عليا يلا انا احط جون هنا انا نيت الام يا بنت بتلعب كره زي مش فاهم بس مال اهو ما فيش يا نايل رجاوي مكاني هناك هي مكاني هناك لا مش نص معلش انا في نص الملعب يا بداوي يا عم قصبه انزل مع الناس ثالث في نص الملعب خلاص بقى البداوي اقسم بالله واحد يتجرف من اول السنه ده انتوا اللي تجروا في بلد انت لعبت ضد الكره اطلع انت لعبها بنت بتناكي عم كنت على حد انا اجرف زخمي يا عبد يا عم غزه على حد كويس الفرقه ده انا اللي ماسكه احنا صايد بقى واخد الجمهوريه اسمع انت بس عايزك تلعب خلاص انا بقول لك انا اللي ماسك بد عليك انت بد عليا بد عليا الكوره جت في العرض ايوه والله الكوره جت في العرض يا بلال بص هو انا وانا لو ماسك الفرقه ده صاحبك تعصب مخش نهار اسود يا جدعان يا نهار اسود تعصب شغال بقى ما ده يا رب بعد ماتش المجد اللي انا عايز العبه ده ماتش المجد ايه بعد ماتش المجد ومش هتاني ده عايز تتحاتي هو بعد الماتش المجد وخلاص كده ماتش المجد وخلاص اقعد بقى بلال عشان ما تساعدش لا طب تهدى ده بس يا كابتن اقعد بقى بلال عشان ما تساعدش نفس اللي بيحصل اهو انت انا كنت انا طب يلا العب تاني يلا مع الراجل يلا ما تقعش يلا يلا كوست يلا طلعها يلا لو سابك يلا مش هتلعب مركز مهاجم لعب مهاجم هتشوفه تكتيك والله احلى يلا احلى ضربه جزاء عيد بقى اللي هيجي من ناحيه الباك اللي هشام بيجي له ماشي شوت يلا الله يلا
بس على هشام اللي بيقول انا اللي غلطان في كل حاجه. بص على هشام، بص على هشام، بص على هشام ابو مين، بص على هشام جاي ماشي اهو وعايز انا جاي اقوم بيه. ايوه انا عايز نزل الرصاص. انا اسمعني يالا، انا اسمعني يالا، هتيجي يا ابني يا ابني تعدلوا يا ابني تعدلوا يا عم. ركز يلا عبو يلا، ركز يلا يلا عبو يلا عبو بتاعتك يا عبو. اوعى اوعى قشطة هتجيب يا عبو. انت عاجبك الدنيا اللي انت بتعمله يا علي؟ تعالى هتلعب راجل يا عم. خد بالك اللي هيصدر فيك والله انا جايبه جنبي. اطلع بره يالا، يالا انت يالا. على طول يمينة، على طول يمينة. يا كوستي يا كوستي بس يا قسم علي اللي بتقول لي بيرجعوا. يلا بدي يا كابتن كريم قلت انا علي وقسم اللي بيجوا. اسمعي جايين ماشي اهو احنا دخل الجنوب نص الملعب ارجع ورا. خش نص الملعب يا بديه، خش نص الملعب. روح هناك باك يمين يلا اجري يلا. شيل انا علي حاجه اطلع علي تاني لعيبه اطلع على نام 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 نام. يلا اعمل يلا اعمل يلا عشان ست ثواني. يلا يلا حط يمين انت يالا العب عمودي يالا ما تلعبش على اللي جاب العب عمودي فوق عشان ما يجيش يالا اضغط هنا اضغط هنا. يا كابتن كريم من اول ما نزلنا الماتش الشوط الثاني قلت لك ما تلعبنيش يا كابتن كريم باك. جيت لي متجايبان ان انا اجري واروح واخش التحت لعبتنا بايدك باك وبايدك مصممني في دماغك. روح امينة روح امينة روح امينة روح قلت لك يا كابتن ما تلعبنيش باك جيت لي من الجبال جاي. انت واقف ليه في نص الملعب؟ وقفت في واقف في الهجمه اللي راحت فينا على الوسط. هشام اللي عامل لي فيها رونالدو خايف الله ينساه بيجي له باد سليبي هيلعب كاس عالم بعد بكره. بص على هشام، هشام بيعمل ايه؟ بص هشام بص عليه اللي بيكون انا غلطان في كل الكوره. بص عليه بيشمس هناك. بص بلال يا محا اني عارف انا هكلم صابر يجيب لي بكره البتاع دي عشان احداني. بص يا عم قلت على هشام اللي بتقول له كل كلمه بلال 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 بلال. ده كوستا هيكفر منه ده. حول الله. ارجع اتفرج يا عم. ارجع الواد في الملعب، ارجع الولد محترم، وارجع الولد في الرياضه عمرك. ارجع الولد. الواد ما بيتكلمش بيلعب بس. شيل عمر. شيل تاني شيل تاني. كويس يا رب. يلا طارق يلا رونالدينيو نزل. يلا هشام اقف يا هشام. انت مالك انت بترق ليه وانت مالك يخصك يا ريب يا صاحبي يا ريب. لا الترق اللي انا عايز الترق. اعمل 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 لا هتعرف تعمل حاجه يعني لو اتركت عليه. جون يلا جون يا مرة. اسمع رافع مش بتاع الفرقه دي. انا كده بخاف منها يا راجل. بص يا قشطه قشطه هيضربك فين تكلم ليه؟ رد ثاني رد ثاني. حول الله يلا 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 يا احمد 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 ي
كاستا مين كان بيتفرج على ماتش امبارح؟ عملت حاجه غلط قلت له ما تودينيش باك يمين وراح موديني باك يمين وعند ضمه انت هي الضمه هتشيلني انا عارف باك يمين رايح جاي انت وقفت ما ده احلى حاجه في اللي انا وقفت وطلعت بره ده احلى حاجه انت بتلعب وعملت كل اللي انت عايزه دي احلى حاجه اللي انا طلعت بره انت بتلعب بس انا مش كشف بعد ماتش المجد ده اللي انا عايز اكسر في العيال ده ايه ومن جهه تاني اضغط هنا كابتن احمد يا داوي ماشي يا كابتن استفدت من الضغط الاول احسن داوي الثاني قدامه فاضي وراح مش هتغير له ممكن شطه في الاول ماشي يا كابتن الوقت اهو يا كابتن احمد استفدنا احسن بالفاول يا كابتن يلا انا مش حاجه حط نفسك في الملعب كده عدينا كابتن عديني عديني كده عديني عديني سنه صغيره ماشي عضك يا بدر كمل يلا كمل هتجري كمل اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا اضغط رد يا بديوي رد كويس يا جماعه يلا جت واحد بس يا علي يا علي يلا يا كوس واحدة رد ولا بس ما على طول كده ما تخش في نص الملعب يا ولد كده هيا بس ايه يا دولي يا كابتن احمد اديني يا كابتن يلا ها اضغط اضغط تعالى اضغط اضغط يلا تعالى ايوه كده ود تاني ود تاني واحد وراء عمر عمر وراء علي اطلع كويس يلا انت كمان يا بديو جامد يا بديو شويه واشتغل يا بديو جامد يا حبيبي شويه يا حبيبي ايه ده يا كابتن ده غريب في نص متر يا كابتن انت عايزين كده ما انت قلت اصلا لعيبه معفنه ما انت بص شويه نسوان شويه نسوان في الملعب طب كسبين 3-0 الماتش يا كلمة اختاروا حاجة من الاثنين اطلع روح عم الدافع في نص الملعب مش عارف تاخد الكورة ياخدها منك واعملها سرو اهي الله واحنا عم الله انتوا فرحين بس كده بس محد بيتكلم معاك خلاص يا عم يلا رجالة مش عايز نسيت عشان ما اعرفش اسمه ايه على النعمة لو مسك هيلعبها عايزين نلعبوا كورة طارق اضغط يالا الجوز
مزملين معصبين ما حسن ايه صحبه انت يا ابني يا دولي عم العباس النجمة انت عدنا العب يا عم عنا يلا حسين على قدكم يا عم كره في الملعب دولي كره في الملعب في كره في الملعب يا كابتن كورتين في الملعب وين الكره الثانيه دي كورتين في الملعب يا دولي وين كل هنا بس كده خالص وين طلع لازم صغير يلا بس يا علي مشي يا قصب مشي هناك واحنا لا روح سيب يا عم تقدر انت شوطه وقد انت شوطه ولا قد انت تنيله سيبوني علي يلا كم برضو يا علي وقول حطها بدون ام الجون بس يا لعيبه يا عم ايه ده يلا اديلك يلا ابراهيم يلا حط هناك يلا بس يا عمر يلا هاي يا عم ما تجيش يا قصب عليك جنب الراجل لو فيه هتهولي استأذن منه بس معلش يلا حارس يلا
كان 3-0 للفرقة الليمونة ده، والراجل الكابتن ده كان بينسحب بيقول يلا مش هتعرف تشوط تاني، ولا الحكم مش هتعرف تشوط تاني، الحكم قاعد يقول يلا في الآخر لعب وتعادل ومش ممكن يكسب كمان. ما فيش غيره الشاي. لا لا أول مرة يعمل صراحه. تعالى هنا من الناحيه الثانيه يا فارس، يا اسماعيل ما تطلعش وتسيب الناس وعمر وراهم واحد، افهموا شويه يا احمد. يا احمد تعالى يا عم، يا ليش نغلوا طول عمو جاب لكم انتوا بس ولا وكل واحد اما كان بيجي ضغط اللي مش عارف ايه يا عم، مش نغل شغله انا فرحت بتساعد زمان في كيس تلعب بره دي. شوف لي في كرسي كده عايز اقف على حاجه عاليه. بص بص في الاخر خالص هناك خالص. بص بص بص
كابتن يلا يا جماعه كابتن اسيادنا اتكلموا يا جماعه انتوا واقفين على الخط وخلاص يلا عادل بتكلم يا عم الفانات اللي علينا دي يلا يا مروه يلا منتظر افري يالا يلا 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 ايوه كده روح 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 هيغلط يلا اطلع يا ابني بس العب يا ابني رجعها تاني يا ابني يا ابني رجعها تاني يا ابني يا ابني ده انت لعيبه طلعت دول ابونا يا ابني رجعها تاني تعال في الملعب هنا في الملعب هنا تحت من هنا يا ابني وريني اطلع سيبه يا ابني ها الكره اتلعبت تحت الرقيب اهو سيبه ضغط عالي يا ابني الهول ده اخترع العب 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 يلا ماشي يلا كويس كابتن من عندك يا عادل بلايزا يا ابني انتوا عايزين تدعوا لي يا ابني ما تستحالوا خلص يالا استر يا رب كابتن تعمل اضغط 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 يا باشا اضغط اضغط يالا اضغط عادي يا على قفله دلوقتي عمر نزل واحد بجنيه يلا يا علي مصطفى مصطفى يلا يا عمر مش من هنا يا عمر انت صعيد انت صعيد روح على بريز روح على بريز يلا عادل عادل يا عم ماشي بالكوره يا عم انت بتخطفها كوره بعد دقيقه يلا وليد يا ابني في ايه كابتن ايه رجع بقى هنا على ابو اللي لعب كوره يلا يا عادل اهو اضغط علي علي يلا علي بس يا عم 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 انت لا على موش اشتغل في دماغك يلا اشتغل في دماغك اطلع بدماغك اطلع بدماغك يا علي جاي لي يالا يا علي ايدك كمان يا علي الفوله ضم يالا شويه يالا يا احمد يالا اطلع بقى ايه يا عم ربنا مش هيكلمك اسمع مني انا اللي بقولك كابتن علي عمو علي شعبان علي شعبان حد يشك علي شعبان بس خلاص علي شعبان يا ابني انت يالا ارجع ورا يالا 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 يالا
كابتن خليهم يدافعوا. بص يلا علي يا ابني يا ابني دافع يلا ولا مينا ما تتكلمش يالا انت يالا ما تتكلمش مع الحكم انت يا ابني اشتغل على الصفار اطلع فوق اطلع اطلع شيل الفوند 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 احسن يا كبات